السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الخير، عيد مبارك إن شاء الله، عاده الله علينا بالخير واليوم والبركات. هذه تحية لأهلي في سطيف، كل الأصدقاء والأحباب في سطيف في العاصمة وفي كل ربوع البلاد. هذه أيضا تهنئة لكل المسلمين في العالم. نقول إن شاء الله تعيد وتزيد وصحة جميعا. نوصيكم بركة، ما تنساو تقوموا بالصلاة والمساكين اللي راهم محتاجين، ما تخبيوش الحم في الكونجيلاتور. كل واش تقدر، وكل العائلة بتاعك، هاو عندك يومين أو ثلاثة، البقية روح صدقهم، ما تخبيش، ما تشيش الصاشيات وتخبي الحم تاعك في الكونجيلاتور، موش الحم تاع العيد موش تتخبى. وش نقول لكم، تهلاو في بعضكم، زوروا المرضى، زوروا المحتاجين. هنا أنا في الغربة تعرفوا ما كانش العيد إلا هنايا تاع الذبيحة، حنا نشربوا الحم تروح نشريوا الأضحية ونصدقوها على الفقراء والمساكين في كل أنحاء العالم. هذا التحية هنا من المسجد في لندن. هذا المسجد الإدارة نتاعهم من البنجاب، ما يهدروش عربية لكن جانية مسلمة من أروع ما يكون. وش نقول لكم، تلاقوا بعضكم خاوتي، السلام عليكم.